المهم هذا الراجل كان معايا الله يعمر، هذا صراحه هو ولد خالي ولات معايا ضربات الاولاد، حيت انا باقا كنبغيه، باقا كنبغيه كيبات ولادي اللي داو السبيطار لحوه وسيمان وباقي ما داروش لي العمليه، سيمان ومحطين الحديد كيقول لك لا حتى نهار اثنين ديروا لي، والراجل مليوح من نهار اثنين حتى الاثنين باش يديروا ليه العمليه، صافي قال لك لقيناه مات. المهم هذا الراجل كان معايا الله يعمر، هذا صراحه هو ولد خالي ولات معايا ضربات الاولاد، كان طاشون عنده الفلوس صراحه لا بس عيد تمتعت معاه في الاول، صافي بقيت غاديه معاه، تلاقى مع خيتي هذه ولدت مع اربعه ديال الدراري، وخلى لي الدري الصغيره عندها تقريبا دابا الدري الصغيره عندها 14 عام، خلاها صغيره دابا هي ما كتعرفوش ما كتعقلش عليه، مره الا جا وقف من الباب كنقول هذا راه هو باك، وكان عندنا واحد الامل كبير كنقولوا راه يجي واحد النهار اللي غيرجع عندنا، حيت كيقولوا لي الناس راه رجعتوا لولادو، حتى واحد النهار كنتفاجا كنجي من الخدمه كنلقى الدار كيقولوا لي راه راجلك داير كسيده راه مضروب راه هادي راه هادي، ملي جيت نسولهم قالوا لك لا حق راه ماشي كسيده راه المراه لاحتو من دوزيام، مشيت انا كنجري للبرشيد الكوميسيري ديال البرشيد، ولادو مشاو للسبيطار انا ما مشيتش للسبيطار مشيت للكوميسيري ديال البرشيد، كنقول لهم انا هي مرت الراجل اللي لاحتو المراه من دوزيام، كيقول لي صافي سيري بحالك حتى الغدا نديرو معاك لونكيت، هما راه شدينا مع 4 الصباح، صافي انا ارتحيت قلت منيش مادام شدو جيت بحالي، قالوا لي عطيني التليفون ديالك باش نعيطو عليك، كنتسنى فمي يعيطو عليا يعيطو عليا يعيطو عليا ما عيطوش عليا، صافي مشيت عند راجلي عاود لي القصه كيفاش، مشيت طلعت انا عندهم هما يقولوا لي راه كاينه الكاميرا وكاين هادي في الدرب، مشيت انا للدرب كيقولوا لي الناس راه هي اللي لاحتو، ملي مشيت نشوف الكاميرات في الدرب ما لقيتش الكاميرات، وصافي فاش مشيت عند راجلي قال لي قال لك مشات توقفت عليا ربعه الدراري ما واصلينش، قال لك ما كبارش 20 عام، قال لك هما ما كانوش عليهم يغلبوني، قال لك هما باش غلبوني بهذاك الاكسجين اللي كيديروا لي النيفي والشربيطه، قال لك هما باش غلبوني، قال لك رصوني مزيان، قال لك ملي رصوني مزيان قال لك ربطوني وسلخوني، هي كتضرب وهما كيضربوا هي كتضرب وهما كيضربوا، قال لك هما باش غلبوا عليا، قال لك شويه ملي ربطوني قال لك كنسمعهم في البيت كيشاشروا كيفاش غادي يذبحوني، قال لك انا خفت، قال لك خوفا اللي خفت شافوني كنتحرك في الكرسي باش زعما كندافع على راسي نشوف كيفاش غادي ندير، قال لك هزوني لاحوني من الشرجم، الفلوس هو طاشون عنده الفلوس، الفلوس كيقولوا لي الفلوس عطيني الفلوس، كيقول لهم انا حيت غادي نخلص خدامه نهار اثنين، كيقول لي الفلوس ما عنديش ما نعطيكش الفلوس دابا نهار ثلاث خلص خدامه ولا شنو نعطيك، كتقول لي لا جبد الفلوس، كيقول لي ما نعطيكش الفلوس، كتقول لي جبد الفلوس، والشكاره هو اصلا ما جابهاش معاه، منين هبطت هي الطوموبيل ما كتلقاش الشكاره، كتمشي كتجيب العصابه ديالها حيت انا العصابه ديالها ما كناش عارفين هادشي، فاش مشينا شنا الكاميرات ديال الستالاسيون لقيناها كتحط كتركب هي في الطوموبيل ومركبه العصابه وراها اربعه، وني فاش شدوهم العصابه كيقولوا راه معنا حنا ماشي بوحدنا راه معنا حتى امها وخوها وجابوهم، ومنين مشاو بغاو يجيبوا واحد قال لي هذاك الواحد اللي غنجيبو الرابع لقاوه اصلا هذاك خون شكاره من المحطه وتشد، اذا هذاك معتقل تصد اعتقل قبل ما يعتقلوا، انا راجلي كيجيب فلوس ديال الخدامه، وذاك النهار ملي عارفه غتاخذهم ليه ما دخلهمش فين حطها الله اعلم، المهم هي فين ما كيجي كتحيدي الفلوس، هي غارده غير في الفلوس، وكنقول له حنا حتى ديك الساعه ملي ما بغيتيش غير رجعي لينا، حنا 14 عام كنتسناو، حنا ما غردناش في الفلوس، حنا غردنا في وجهه، غردنا حنا نشوفوه نحس ولادو بلي راه عندهم باهم، شتي كيقول لك راه مجوجه بيه، شتي كيقول لك داير معاه تو تجوج حيت والد معاه البنت، هو انا والده معاه ربعه ديال الدراري جبنات وجوج ولاد، واني هو اصلا ما خلاتوش فين يحن فينا ولا يعطينا الريا، وكان هذا الشيء كنعترف به قدام الله، ما خلاتوش يحن فينا، وراجلي لاباس عليه، ومنين كنمشيو للبرشيد كيقول لك راجلك لاباس عليك كيشتت فلوس على الناس، كتضربوا وتصلخوا كتجيبوا الكوميسيريه كتقول لي بغيت ندير لك التنازل تعطيني الفلوس، قال قدامنا عطاته 4 مليون فوق البيرو و10 في الطوموبيل، اللي كيقولوا همايا، كيعطيها لها هي ليها هي باش كدير ليه التنازل باش كيخرج، فيما تشوف عنده الفلوس كتصلخوا هي ودارهم، هي واحد خوها مشدود حتى هو، كيديوه الكوميسيريه كيصلخوه كيشدوه كيعتقلوه حتى كيعطيوهم كيعطيهم الفلوس عاد كيديروا التنازل عاد كيدخلوا للدار، فاش مشيت للسبيطار قال لي انت يا عزيزي عليا 99% بحالك والله شاهد عليا راني هادشي يكمل عليا الله ولا ما يكملش عليا، عزيزي عليا 99% ودابا غنكمل لك واحد غنكمل لك 100 ودابا راه عمرني ما غنتفرق عليك، واني قال لي ملي غادي نبر شويه غنمشي ناخذ حقي، قلت ما بغيت حتى حاجه غير تبر انت ان شاء الله، حنا كيما كنا غنبقاو، اللي داو السبيطار لاحوه وسيمان وباقي ما داروش لي العمليه، سيمان ومحطين الحديد كيقول لك لا حتى نهار اثنين ديروا لي، والراجل مليوح من نهار اثنين، حتى الاثنين باش يديروا ليه العمليه في ميريزكو، غيديروا لي العمليه في رجلي غيديروا لي الحديد، قال لك داروا لي السكانير ما عنده ما مضرب لا في راسه ولا في والو، قال لك نضرب شويه مشق في السنسول وهنايا مهرس، وصافي حتى نهار السبت عاود مني كنا غنمشيو نشوفوه، صافي قال لك لقيناه مات، كنطلب حق ولادي بحق الظلم اللي ظلمتني هذه 14 عام، وكان عليها ما تقتلوش غير جيبوا لي، واخا ولادي بقى يقولوا غربه، وانا كنتسنى فيا انا راه فيا من نهار مشى ندير الطلاق الشقيق، وانا باغيت راجلي يكبر معايا ولادو، راه ولادو باقيين صغار، انا كنطلب تاخذ القانون ياخذ لي حق ديالي، حيت انا باقا كنبغيه،
باقا كنغيب كي بات ولادي كان الخير دار فيا سابقا ما نقولش ما نكونش خيره دار فيا خير سابقا بقى عندي واحد الامل كنخدم وكنصبر وكنجاهد كنقول باقا عندي الامل غادي يجي واحد النهار غيعاقب غادي يجي واحد النهار غيعاقب بها حتى تصدمت بالقتل ديالو عيط لي عمي مع ديك يعني ثلاثه بحال هكا كالربعه عيط لي قال لي سلام واش كاين حداك واش عندك نمرة مرتبات اللي هي نجات قلت ليه نجات انا تصدمت كنقول شكون هي نجات ويقول لي مرتبات قلت ليه لا ما عنديش غندير بها ويقول لي وماما قلت لي ماما ما كايناش قال لي فين قلت لي راه خدامه ويقول لي المهم راه باباك راه مضروب شديتها لداخل ديالي عقتها لداخل ديالي يعني كنت تخيل شي حوايج بزاف من الوالد ديالي ما عاش معايا يعني كانسان كنقول كنت يتيمه وكمل اليتم ديالي يعني كيف كتقول ماما كنا كنتسنى واحد النهار غيجي مشينا عنده حنا بكري ملي مشينا عنده بكري لقيتو انا وخويا دار السيروم وكيضر كضروا يديه بزاف هذيك الايد كانت عاديه هو بايدي عاديين كضروا 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 وانا صافي كندخل كنخرج عليه كضروا كيقول لنا واحد شويه كيقول لنا يعني كيقول لنا العساس كيف قالت ماما العساس ديال برشيد العساس ديال برشيد وتقول ليه ماما وجع عندك العساس ديال برشيد شويه كيقول لها العساس ديال برشيد هو بحال هكاك ويتسول واحد الراجل قالت لي وجع عنده شي راجل قال لها اه انا شكيت في السيروم الطريقه كيفاش كيدير هو بايديه شكيت في السيروم انا كون ندير ليه سم وانا متاكده انه كاينه شي حاجه في داك السيروم ولا داك قال لي شي حاجه داك السيروم ني خطا حيت هذاك الخيط اللي كنشوف انا من نهار عقدت داك السيروم وكيت يعني كيتسد التقرير اللي خرج كيقولوا بلا فيه السم يعني مات هذيك الموته غير الموته اللي طيحاته هي يعني مخطين ان فوا كانوا كيقولوا بلا هذا مني غينوض غيصدق ناطق هو يعني شخصين هو اصلا كاين الاوديو ديالو كاين الهضره ديالو كامله كاينه كلشي كاين هي مني قتلاته هبطات مشات حطات هذوك الربعه فين حطاتهم ورجعات مع حط وصلوا البوليس قالت لنا جارتهم مع جات هي على اساس سيدي درت لها الراس وانا يلاه جيت كيفاش راجلي طرا لي هكا على اساس راه بقى فيها وكيفاش طرا لي هكا وعلاش داير هكا يعني انه ماشي بحال يعني واحد اللي غير واعي انه جا وطاح الراس ما كاينش واحد يعني غتخبي راسو سيطيح راسو مني هو تلاح هكاك راه مشات كملت عليه يعني السيده اصلا كتقول ما يعني واخا ما غيموت غينوض غيدير شي حاجه يعني هذاك اللي غينوض شي حاجه اللهم صفى لي ما غيخلي حتى شي دليل كيقولوا ما اصلا كيقولوا كيف كيقولوا هو مشى على ولادو شحال هادي ما كايناش عائله ما عندوش هادي ما عندوش اللي غيتسوق ليه عند بالو واخا دار هادشي كامل يعني حنا غنساوه كان طالب بحقنا ويديروا فيها اقصى العقوبات الاعدام هي واللي كانوا معاه هي ودوك الربعه وخوته وعائلته كاملين ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام.